ونبتدي بنعمه ربنا ناخد فكره كده عن العهد الجديد بالاقسام الاربعه بتوعه. القسم الاولاني اللي بيتكلم عن حياه السيد المسيح، الاناجيل الاربعه، والقسم الثاني التاريخي سفر اعمال الرسل، ثم الاسفار الحكميه اللي هي الرسائل، وبعدين آخر حاجة السفر النبوي اللي هو سفر الرؤيا. لكن قبل ما نبتدي معانا في الورق اللي توزع علينا مقارنة كده لطيفة ما بين العهد القديم والعهد الجديد. بنشوف إن في العهد القديم كلمة ربنا جت للإنسان من خلال الوصية والوعد، لكن في العهد الجديد كلمة ربنا ما بقتش كلمة منطوقة، لكن بقت كلمة متجسدة. الكلمة صار جسداً. في العهد القديم كله كان قايم على الناموس اللي خدناه بموسى، لكن العهد الجديد زي ما بيقول يوحنا قايم على النعمة التي بيسوع المسيح صارت لينا. عاش الشعب في العهد القديم على المن، وزي ما المسيح قال أباءكم أكلوا المن في البرية وإيه وماتوا، بالرغم أنهم كلوا المن لكنهم ماتوا. لكن بنشوف إحنا في العهد الجديد بنعيش بالخبز الحي النازل من السماء اللي هو شخص الرب يسوع. استلم موسى في العهد القديم رسالة ربنا الوصايا العشرة على حجارة منقوشة، لكن كلمة ربنا في العهد الجديد بقت منقوشة ومحفورة في قلوبنا. إنجيلنا ما هوش مجرد كتاب، لكن إنجيلنا حياة موجودة محفورة جوه القلب. في العهد القديم كان مجد الرب مجد رمزي، ظلال ورموز، لكن بنشوف المجد ده يتلألأ لأن زال مجد العهد القديم بزوال الهيكل، لكن مجد المسيح يبقى إلى الأبد. في العهد القديم ربنا كلمنا بأنبيائه الرسل، الأنبياء المرسلين زي أرميا وأشعيا، لكن في العهد الجديد الله كلمنا في ابنه زي ما بيقول في رسالة العبرانيين. العهد القديم قايم على ذبائح حيوانية متكررة، الخمس ذبائح الأساسية: ذبيحة المحرقة، تقدمة القربان، ذبيحة السلامة، ذبيحة الخطية، وذبيحة الإثم، ثم ذبائح سنوية زي ذبيحة الفصح، ذبيحة الكفارة. لكن كان ليها أنواع كتير وتكرار دليل على عدم كفايتها، لكن العهد الجديد قايم على ذبيحة واحدة، ذبيحة المسيح اللي شملت كل أنواع الذبائح، وذبيحة ممتدة منذ الأزل وإلى الأبد، ما هيش تكرار. لما بنعمل قداس كل مرة إحنا مش بنكرر الذبيحة، لكن إحنا بنعيش في امتداد الذبيحة، زي ما بيقول في العبرانيين قدم نفسه مرة واحدة فوجد فداء أبديا. العهد القديم قايم على كهنوت هارون اللي فيه الضعف، وكانوا كهنة كثيرين بسبب الموت انهم بيموتوا، فكان لازم كل شوية يجي كهنة، لكن احنا في العهد الجديد لينا رئيس كهنة واحد هو رب المجد يسوع. وحتى الكهنة اللي موجودين في العهد الجديد اللي بيخدمونا هم كهنوتهم مش مستقل، لكن كهنوتهم من كهنوت شخص المسيح. العهد القديم للأسف انتهى بلعنة. آخر كلمة في العهد القديم، آخر آية
من سفر ملاخي في آخر إصحاح من سفر ملاخي اللي هو آخر أصفار العهد القديم بيقول كده: لألا آتي وأضرب الأرض بلعن. فاختتم العهد القديم بلعنة، لكن العهد الجديد مليان بالبركة وبركة إلى الأبد. العهد القديم قايم على جبل سينا اللي استلم عليه موسى الوصايا، لكن العهد الجديد قايم على جبل الجلجسة اللي المسيح قدم عليه على عود الصليب. العهد القديم كله كان بيركز على شعب واحد اللي هو شعب إسرائيل، لكن دلوقتي إسرائيل الجديد في العهد الجديد هي البشرية كلها، مسيح العالم كله. ابتدى العهد القديم من آدم الأول الساقط، لكن ابتدى العهد الجديد بآدم الثاني اللي هو شخص المسيح، المسيح القائم من بين الأموات. فدي مقارنة ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد. الأول الأناجيل الأربعة تمثل التوراة اللي هو أسفار موسى الخمسة، هتلاقيه في الجدول اللي خدناه المرة اللي فاتت. الأسفار التاريخية زي أخبار أيام وصموئيل وملوك يمثلهم سفر أعمال الرسل في العهد الجديد. الأسفار الحكمية زي المزامير والأمثال ونشيد الأنشاد يمثلهم الرسائل في العهد الجديد. الأسفار النبوية زي أشعياء وأرميا وهوشع ويوئيل يمثلهم سفر الرؤيا في العهد الجديد. لكن أحب ألفت نظركم لحاجة مهمة خالص. عمل الله تجاه الإنسان ظاهر منذ خلقة آدم، وأيضا عمل الشيطان ظاهر أيضا منذ خلقة آدم. لازم ناخد بالنا من الحتة دي، لأن الشيطان حاول يهلك الإنسان مرات عديدة ويضيع خطة الخلاص. إزاي؟ ربنا خلق آدم، الشيطان قال للربنا هوقعه لك، فراح الشيطان موقع آدم، سقط آدم، فربنا مش فرحان بخلقته. طب ربنا قال أنا حفدي الإنسان وأعد لي خطة خلاص. الملاحظ إن الشيطان كل أعماله عايز يبطل خطة الخلاص بتاعة ربنا منذ العهد القديم. ربنا غسل العالم بالطوفان، ربنا راح مطلع بتوع برج بابل يتحدوا ربنا. ربنا قال طيب أنا هختار واحد وأعمل منه شعب جديد اللي هو إبراهيم، ربنا قال له طيب أنا كمان هطير لك نسل إبراهيم ده، فرح بجرجر إبراهيم نسله في أرض العبودية في أرض مصر، واستطاع أنه يصدر قرار بواسطة فرعون أن كل ابن ذكر يتولد يموت عشان خطة الخلاص ايه؟ تقف، لان مفيش ذكر حيجي، مفيش نسل المرأة اللي هيسحق رأس الحية. لكن نشوف ربنا ان من نفس المكان اللي اصدر الامر بموت كل ذكر يتربى فيه المخلص اللي هيخلص شعب اسرائيل اللي هو موسى. الشيطان يقول للربنا يعني انت خرجتهم من ارض مصر، طب انا هضيعهم لك يومين ثلاثه وخليهم يعملوا العجل الايه الده. وربنا يقول للموسى اطلع منهم عشان ابيد هذا الشعب، لكن يقف موسى ويشفع من اجل الشعب، بيفضل شعب قاسي ومعاند
لكن ربنا برضك يطلع من هذا الشعب خلاص ويعمل مملكة ويجي داود بحسب قلب الله. الشيطان يقول له طب انت اديت داود وعد ان من ثمرة بطنك ادعى على كرسيك الى الابد، طب انا هضيع لك ثمرة بطن داود. داود نفسه هضيع بانه خلاه يزني ويقتل، لكن ربنا يدي توبة لداود ويخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوة. يقول له طيب يعني انت عملت مملكة وعملت شعب واسم عظيم لشعبك، طب انا هزوغهم لك كلهم وخليهم يزنوا عنك ويعبدوا الاصنام. وفعلا ينجح الشيطان وخطة الخلاص تكاد تكون معطلة، لان معرفة ربنا ايه انتهت من حياة الشعب. لدرجة في سفر أرمية يقول كده ربنا الأرمية طوف في أورشليم إن لقيت واحد بار واحد. إبراهيم لما فصل مع ربنا وصل لعشرة، ده ربنا بقى من نفسه قال لو لقيت واحد بار أعفو عن أورشليم، ملقوش. عشان تشوفوا قد إيه الشيطان حاول يضيع، مفيش ولا واحد يشفع في أورشليم. ونجح واتخذ الشعب في السبي، واتخلط شعب إسرائيل في سبي أشور بشعوب أخرى. خطة الخلاص تكاد تكون ضيعة، لكن في وسط الظلمة دي ربنا تملي يصنع إيه؟ نور، سراج صغير كده. ييجوا هما في السبي تحصل خطة تانية لإبادة شعب الله كلها. تفتكروا قصة أستير؟ هامان استطاع أنه يصدر أمر بإبادة جميع اليهود في يوم 13 من الشهر، عشان كده رقم 13 بيعتبروه رقم نحس، لأنهم كانوا كل النسل اليهودي يباد كلية في كل مملكة فارس، كانت فارس مغطية العالم كله، فكان اليهود كلهم هيضيعوا. لكن ربنا يصنع خلاص، والصليب اللي كان هيتصلب عليه مردخاي يتصلب عليه هامان، وبدل ما هو يوم حزن وشؤم يبقى يوم فرح ويصنعوا عيد الفوريم. حتى لما المسيح اتولد من لحظة ميلاده والشيطان عايز يقضي على المسيح عشان الخلاص ما يتمش، فحرك هيرودس أصدر أمر بقتل كل الأطفال، لكن خطة الله ما تتعطلش. حتى في حياة المسيح يقول مرات كتيرة حاولوا يموتوه بعيد عن الصليب، يعني في مرة تناول اليهود حجارة علشان يرجموه لكن ما قدروش يرجموه، جاز من وسطهم. ومرة تانية جم من على جناح الهيكل وعايزين يطرحوه. مرة تالتة وهو في السفينة في مرقس 4 لما كان رايح ناحية كورة الجدريين، كان رايح يطلع الشيطان اللي موجود في لاجئون اللي موجود في المجنون، يقول ان البحر هاج، البحيرة هاجت، وبرغم ان كان في سفن كتيرة صغيرة لكن الموج ما ضربش غير سفينة اللي فيها المسيح. يقول كده ان المسيح قام وانطهر الريح وانطهر البحر، وكلمة انطهر دي ما تتقالش الا على الشيطان، وكأن الشيطان كان عايز يغرق المركب اللي فيها المسيح. حتى الشيطان اشتغل في بطرس لما المسيح قال ابن الإنسان يسلم ليصلب، راح بطرس القريب جدا من المسيح قال له حشاك يا رب أن، فالمسيح قال له ايه؟
اذهب عني يا شيطان، لان مش انت اللي بتتكلم، ده الشيطان هو اللي بيتكلم فيك. فحاول الشيطان حتى يعطل صليب المسيح لحد ما المسيح اتصلب وقام، وتفضل قصة تعطيل خلاص الإنسان مستمرة، حتى نلاقيها في سفر رؤيا إصحاح 12، المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجلها، ما دي ترمز للكنيسة وترمز للنفس البشرية، قدامها تنين، المرأة دي حبلة تتمخض لكي تلد، والتنين ده مستني متى ولدت لكي ما يبتلع المولود منها ابنها الذكر، عايز يحرمها من المسيح، عايز المسيح ما يبقاش ليها. لكن بالرغم من خطة الشيطان المستمرة لتعطيل خلاص الإنسان، إلا إن الخلاص تم ويستمر الإنسان متمتع بالخلاص. عشان كده نشوف الخط اللي بيربط كل الأحداث دي بعضيها ببعض. نبتدي بنعمة ربنا نتكلم شوية عن الأناجيل الأربعة اللي هي أول قسم في العهد الجديد. كلمة إنجيل يعني بشارة مفرحة، الجدول معانا في إيدينا. بشارة مفرحة يعني خبر مفرح يفرح الإنسان، إيفانجيليون يعني خبر الخلاص أو الخبر السار اللي يفرح قلب الإنسان. ليه أسامي كتيرة؟ إنجيل يسوع المسيح زي ما ابتدى معلمنا مرقس، لأنه بيتكلم عن شخص المسيح، أو إنجيل الرسل، أو الإنجيل المبعوث للناس، لشواهد كتيرة. وسماه بولس الرسول لقب لطيف قوي، بحسب إنجيلي، إنجيل يعني بتاعي. وكأن الإنجيل ده رسالة شخصية لكل إنسان، كل إنسان يشعر أن الإنجيل ده حاجة بتاعته هو شخصية. ليه الأربع أناجيل؟ هي أن الأربع أناجيل بيقدموا لنا بانوراما مختلفة لشخصية السيد المسيح، من أربع زوايا مختلفة عشان تبقى الرؤية متكاملة لشخصية السيد المسيح. يعني لو في أربعة ماشيين، بعض الناس تقول ده في اختلافات بين الأربع بشاير، لا مش أربع اختلافات، ما فيش اختلافات بين البشاير، لكن في أربع زوايا بيتبص منها. يعني لو في أربعة ماشيين مع بعض، طبيب ومهندس ومحاسب ومحامي ماشيين مع بعض وحصلت حادثة قدامهم، لما كل واحد منهم يجي يوصف الحادثة دي هيوصفها من ايه؟ من وجهة نظر. يعني الطبيب هيقول دي الحادثة دي حصلت وكان فيها إصابات، واحد اتكسر، واحد مات، واحد حصل له شوك، واحد هيوصفها من وجهة اختباره. وهي نفس الحادثة، لما يجي يوصفها المهندس هيقول بقى الفرامل كان شكلها ايه، ده داس فرامل امتى، ده ما خدش باله، ده كسر إشارة، من وجهة هي نفس الحادثة لكن بتتاخد بزاوية تانية. محاسب لما يجي يتكلم هيتكلم عن الخسائر مقدارها قد ايه والتكلفة قد ايه، محامي لما يجي يتكلم هيتكلم مين الغلطان ومين السبب. فلما أربعة يتكلموا يدونا رؤية متكاملة عن حادثة واحدة بأربع زوايا مختلفة. فبنبص إن الأربع أناجيل تاريخياً، أول إنجيل الكتب كان إنجيل معلمنا مرقس، كان حوالي 58 قبل الميلاد، تواريخ يعني آراء كتير فيها.
تاني إنجيل، إنجيل معلمنا متى سنة 60 بعد الميلاد، آسف. الإنجيل الثالث معلمنا لوقا 62 ميلادية، وآخر الأناجيل كان يوحنا ما يقرب من 98 ميلادية. لمن كتب متى؟ كتب لليهود عشان يثبت لليهود إن هو ده ابن داود، النسل الموعود به، النسل الملكي. عشان كده ابتدى سلسلة أنساب المسيح عشان يوريهم إن ده هو ابن داود الملك الموعود. ويتميز إنجيل معلمنا متى بعبارة تكررت كتير، العبارة دي بتقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. عشان كده متى ربط ما بين نبوات العهد القديم وازاي تحققت في شخص المسيح. مرقس كتب إنجيله للرومان، الرومان اللي بيمجده القوة، ويشتهر مرقس بكلمة تكررت في الإنجيل بتاعه مرات عديدة جدا، ده لا يكاد باراجراف ما يخلوش منها، كلمة للوقت. للوقت يعني ايه؟ في الحال. للوقت للوقت للوقت. لوقا كتب لليونان اللي بيمجدوا الإنسانية والثقافة والحضارة، فأصهر بالتاريخ شخصية المسيح الرائعة، الخادم، الإنسان الذي يقول يصنع خير. يوحنا كتب في نهاية القرن الأول، وكتبوا لكل المسيحيين بكل الثقافات علشان نقطة معينة يظهر ألوهية شخص السيد المسيح. إنجيل متى موضوعه المسيا الملك، مرقس بتاع القوة المسيح غالب، عشان كده كلمة انطهر، فللوقت انطهر سلطان المسيح. لوقا كتب المسيح صديق البشرية، يوحنا كتب المسيح الكلمة المتجسد. إيه رسالة المسيح في إنجيل معلمنا متى؟ ما جئت لأنقض بل أكمل، فهو تمم الناموس. مرقس يصنع عجائب، عشان كده مرقس انفرد بذكر المعجزات. لوقا يخلص البشرية، نظرة التحنن والرقة اللي بنشوفها كده في شخص المسيح يظهرها قوي لوقا. يوحنا أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وكلمة حل خيم، ضرب خيمته في وسط الخيام بتاعتنا. الخيمة دي اللي هي الجسد، المسيح جه عشان يسكن في وسطنا. متى اهتم بالنبوات، مرقس اهتم بأعمال المسيح المعجزية، لوقا اهتم بالتاريخ عشان كده جاب من أول الأحداث البشارة بيوحنا المعمدان، يوحنا اهتم بإظهار لاهوت السيد المسيح. في الأربع كائنات الغير متجسدة متى يرمز إليه بالكائن الأول اللي هو ليه وجه إنسان، مرقس بالأسد، لوقا بالطور لأن ابتدى يتكلم عن الذبيحة، والمسيح الخادم المتألم اللي بيحمل أثقال العالم. أما يوحنا فيرمز إليه بالنسر. إشمعنى النسر؟ لأن النسر يقدر يطير لارتفاع عالي، ويقدر يطير في اتجاه الشمس وهو مفتوح العينين. الإنسان ما يقدرش يبص في الشمس مباشرة، لو بص في الشمس مباشرة لازم يغمض عينيه، لكن النسر عنده قدرة إنه يبص في الشمس. وكأن يوحنا فتح عينيه في اللاهوت،
وعاين اللاهوت. عشان كده يرمزوا باستمرار ليوحنا برمز النسر. لكن تعالوا نعمل بانوراما كده لشخص السيد المسيح من خلال الأربع أناجيل عشان نقدر نلم في شخصية المسيح. حياة المسيح تلخصت في كلمتين: المسيح عمل أعمال وقال كلام، لأن المسيح هو الكلمة. المسيح عمل أعمال، والأعمال دي تنقسم لقسمين رئيسيين: أعمال خلاصية وأعمال معجزية، معجزات. تاني، المسيح عمل أعمال وقال كلام. أعمال المسيح هنقسمها لقسمين: أعمال خلاصية وأعمال معجزية، يعني معجزات عمل. والمسيح قال كلام، والكلام ده هنقسمه لثلاث أقسام. كلام المسيح في كلام عام كلم بيه البشرية كلها، هنشوفوا ايه الكلام ده. وفي كلام امثال، المسيح كان بيتكلم بامثال كتيره. وفي كلام خاص باشخاص معينين في لقاءات فرديه، زي بطرس، زي السامريه، زي مريم المجدليه. فده كان كلام المسيح. الحقيقه ان المسيح الكلمه، كلمة اللوغوس الكلمة أو النطق العاقل أو العقل المنطوق، ده معناها كلمة لوغوس عقل، يعني فكر، بس فكر منطوق، فظهر وتجسد، أو نطق ظهر ولكنه نطق عاقل. وفي ما هياش مجرد كلمة، يعني شوية حروف متجمعين مع بعض. ده حتى يعني لما يجوا ترجموها بالفرنساوي يقول لي فيرب، يعني مش مجرد كلمة حروف، لكن كلمة لها فعل، كلمة لها عمل. عشان كده بنربط حياة المسيح عمله بكلامه، كلامه لي عمل. فنبتدي في الجزء الأولاني كده نتكلم عن أعمال المسيح. وأول حاجة في أعمال المسيح نتكلم عن الأعمال الخلاصية. وأعمال المسيح الخلاصية تبدأ من البشارة اللي ابتدى بيها معلمنا لوقا في إنجيله. البشارة بتاعت الملاك للعذراء مريم ما كانتش تختص بالعذراء مريم فقط، لكن في الواقع الأمر العذراء مريم دي كانت بتمثل كل بشرية. فالعذراء مريم نيابة عن البشرية استقبلت خبر الصار أو خبر مجيء المسيا لأجل فداء البشرية. ومن بعد البشارة نلاقي ميلاد المسيح. كان المسيح لازم يتولد، والميلاد ده ما هوش مجرد حدث حصل من 2000 سنة، لكن الميلاد ده يختص بكل واحد فينا. ده عمله المسيح انه اتولد علشان كل واحد فينا. كانت الكلمة العجيبة اللي قالها الملاك للرعاة لما المسيح اتولد، يقول ولد لكم. يعني ايه ولد لكم؟ يعني الميلاد ده يختص بيكم علشانكم، مع ان الرعاة لا كانوا يقربوا ليوسف النجار ولا يقربوا لمريم.
لكن هي الكلمة للبشرية كلها، يولد لكم، إن ميلاد المسيح ده ميلاد لكل واحد فينا، يختص كل واحد فينا. حتى أشعياء لما تنبأ عن ميلاد المسيح قال يولد لنا، لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. عشان كده لما نيجي نقرأ في الأناجيل نلمح أن المسيح كان يلذ لي أنه يسمي نفسه ابن الإنسان. ليه ابن الإنسان؟ طب أنهي إنسان؟ كل إنسان. المسيح اتولد ابن لكل إنسان. طب ليه اتولد ابن لكل إنسان؟ الناس بتحب تخلف ليه؟ في حاجات كتيرة في العهد القديم، اللي ما يخلفش كان يبقى في عار. ليه؟ لأن معنى أنه ما خلفش أن المسيح مش هيجي من نسل. فالمسيح اتولد ابن لكل واحد عشان ينزع عار كل واحد. فاكرين أليصابات لما حبلت قالت هكذا فعل بها الرب ها لينزع عاري من بين الناس. فالمسيح اتولد ابن للإنسان عشان ينزع عار الإنسان. طب وعار الإنسان هو إيه؟ الخطيئة. فبقى من له الإبن له حياة أبدية، ومن ليس له الإبن ليست له حياة أبدية. فأول حاجة المسيح اتولد ابن للإنسان عشان ينزع عار الإنسان. تاني حاجة، ناس بتحب تخلف ليه؟ لأن جوه كل إنسان فيه غريزة اسمها غريزة البقاء. أنا مش عايز أموت، أنا مش عايز أنتهي، لكن حموت. فيقول لك اللي خلف ما ماتش. فالمسيح بقى ابن للإنسان علشان يدي الإنسان الحياة الأبدية، يضيف عمره لعمر كل إنسان فينا. طب والمسيح عمره قد إيه؟ ما لا نهاية. فبقى أنا عمري ما لا نهاية. من له الإبن له حياة أبدية، ومن ليس له الإبن ليست له حياة أبدية. فسمى نفسه ابن الإنسان لأنه تولد لكل إنسان فينا، عشان ينزع عاري وعشان يدخلني في الخلود. تقول لي احنا طول عمرنا بيعلمونا ان المسيح ده ابويا، تيجي تقول لي ان المسيح ده ابني؟ بصوا للآية بتاعت أشعياء كده تاني، في أشعياء 11، اسف أشعياء 9، يقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا، يعني الولد اللي هيتولد ده هو ابن، وتكون الرياسة على كتفي، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا. الله، هو ابن ولا أب؟ أول الآية نعطى ابنا، لكن في الآية أبا أبديا. طب هو ابني ولا أبويا؟ والاثنين. هو أبويا لأني هو أصلي، هو اللي أوجدني، هو اللي خلقني، وهو اتولد ابن ليا علشان ينزع عاري وعشان يديني الحياة الأبدية ويفتح لي الخلود. وده السؤال اللي سأله المسيح لرؤساء الكهنة لما سألهم انتوا بتقولوا المسيح ده ابن مين؟ ابن ايه؟ داود. طب وازاي داود يقول عليه ان هو ابوه وما عرفوش يجاوب؟
فتاني حدث عمله المسيح انه اتولد لي. بعد ما المسيح اتولد راح لأرض مصر. ليه راح أرض مصر؟ طب يعني يهرب من هيرودس؟ ده ممكن بالنفخة كده من المسيح يموت هيرودس. إيه اللي يخليه يروح أرض مصر؟ عشان يبارك أرض مصر؟ لا طبعا. لأن مصر رمز العبودية. وهو اتولد بكرا بين إخوة كثيرين، فلازم يشابه إخوته، عشان كده راح للعبودية صائرا عبدا في الهيئة كإيه؟ كإنسان. أخلى ذاته أخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان، عشان يبقى نفس تحت ظروفي اللي أنا فيها. فكان لازم يروح مصر عشان ياخد صورة العبودية، عشان يطلقني حرا. من مصر ده عشان يتمم النبوات. لكن شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية. طيب بعد ما جه يبتدي خدمته راح لنهر الأردن وتعمد من يوحنا. ده عمل المسيح. لماذا اعتمد المسيح؟ مع ان كلنا عارفين ان المسيح كان بيعمد، يوحنا كان بيعمد معمودية التوبة لمغفرة الخطايا. طب وانت رايح ليه تتعمد من يوحنا؟ بتتوب عن ايه؟ بتتوب عن ايه؟ ليه المسيح راح يتعمد من يوحنا؟ أصله كان بيتعمد بدالي. ولما جه يوحنا يقول له لا، إزاي ده أنا اللي هتعمد منك؟ قال له اسمح الآن لكي نكمل كل بر. إيه تكمل كل بر دي؟ أصل أنا جاي أخذ جسد الإنسان عشان أكمل كل بر عجز الإنسان أنه يعمله، أو معرفش يعمله، أو مش عايز يعمله. طب بر إيه اللي أنت هتكمله في معموديتك؟ أصل آدم بعد ما أخطأ قال أنا غلط؟ ما قالش أنا غلط، ما اعترفش بخطيته آدم. لما ربنا سأله قال له مين؟ المرأة التي أعطيتني. جاب الغلط على، مش على حواء، لا ده على ربنا. وانا كنت قلت لك الدهاني، مش انت اللي جبت لي حواء؟ ما طلبتش حواء منك. جاب الغلط على ربنا. ايه حواء اللي انت عملتيه وانا مالي؟ الحياه غرتني، وانا كنت قلت لك اخلق الحياه. وما زال لحد دلوقتي حتى لما بكون عارف ان انا غلطان من راس الرجليه، يجي حد يقول لي انت غلطان، اقول له ايه؟ لا مش انا، لازم اجيب حد تاني. الانسان عجز ومش عايز يتوب، فجه المسيح وقف في طابور المعترفين التائبين بدالي وبدالك، يكمل البر اللي انا ما قدرتش وما عرفتش ومش عايز اعمله، كمله عني. عشان كده ابونا يصلي في القداس ويقول اكملت ناموسك عني. بعد ما اعتمد في الاردن واعتمدنا احنا فيه، المسيح صام. طب وصام ليه؟ يقول لك عشان يعلمنا الصيام. لا مش بس عشان يعلمنا الصيام، مسيح زي ما بنفضل نردد طول الصوم الكبير يقول ايه؟ المسيح صام عنا. فعمل العمل الصوم ده بدالي وبدالك.
لأن الإنسان عاجز أنه يصوم. ما تاكلش يا آدم، كل آدم، وكل واحد فينا مش قادر يصوم الصوم الحقيقي. المسيح كان يقضي الليل في الصلاة، كان بيصلي ليه؟ وكان كان بيكلم مين؟ كان بيكلم نفسه. يقولنا في مدارس الأحد بقى الكلام يعني عشان يعلمنا الصلاة. لا، هو المسيح بيمثل، لا ده المسيح صلى بدالي، صلى عني أنا اللي عجزت عن الصلاة، الصلاة عن الدخول في محضر الله. محدش فينا قدر يخش في محضر ربنا. آثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. فنقدر نفهم كل عمل كان بيعمله المسيح من أعمال الجسد هي أعمال خلاصية بدل مني. ودلوقتي أنا بقيت لما بصوم ما بصومش من نفسي، بشترك في صيام المسيح. لما بصلي بخش استخبى في صلاة المسيح. عشان كده الكنيسة علمتنا كل صلاة نختمها بالمسيح يسوع ربنا، كان بخريستوس إيسوس بن شويس، مستخبين وراء المسيح. فننال رضا الآب، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لما نقف مستخبين وراء المسيح الآب ما يشوفنيش، لكن يشوف صورة ابنه المحبوب، موضع السرور فيا. المسيح في أعماله كان يقول يصنع خيرا، يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. هذه أعمال خلاصية. ولما تيجوا تدرسوا الأناجيل الأربعة ادرسوا تحركات المسيح. في لغة عند المسيح كانت لغة العينين، من أروع اللغات. المسيح كده يبص للواحد يغير حياته. المسيح مرة ماشي عند مكان الجباية عند العشارين، بص لقى واحد اسمه لاوي ونظر إليه. طب إيه نظرة المسيح للاوي؟ لدرجة المسيح قال له اتبعني، فقام وترك كل شيء. وإيه؟ واحد يقول لك اتبعني تمشي وراه كده، اصل النظره دي كان فيها معاني كتيره، لغه العيون بتاعه المسيح. مش عايز يقول له ايه اللي جابك هنا؟ انت لاوي مكانك في الهيكل، انت لاوي خدمتك في الهيكل، ايه اللي حطك هنا؟ ده مش مكانك، ده مش سلوكك، قوم اتغير. بطرس اللي أنكر المسيح، مسيح بصله فخرج خارجا وبكى. طب تفتكروا نظرة المسيح كانت لبطرس بتقول له ايه؟ عامل لي فالح اديك وقعت؟ لا طبعا، المسيح عايز يقول له قوم عدي اللي انت فيه ده، طلبت من اجلك لألا يفنى ايمانك، ما تتشنكلش ما تتكعبلش، قوم عدي اعبر. لقى أرملة نايين عمالة تبكي، لما رآها تحنن. أنت فقدت معنى الحياة بموت ابنك وحيدك وأنت أرملة، أصل الابن ده بالنسبة لها كان يمثل كل شيء، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ماضيها ذكرياتها مع جوزها اللي مات، وحاضرها ده هو اللي بيرعاها وبيدافع عنها وبيشوف طلباتها وبيحامي عنها، وهو أملها اللي عايشة علشانه، وفجأة في وقت غير متوقع يموت. في واقع الأمر مش بس الشاب اللي مات، هي كمان ماتت. عايش لمين بعد كده؟ وعايش ليه؟ وعايش ازاي؟ عشان كده كانت بتعيط. المسيح لما رآها ايه؟ تحنن. لا، رجع لك معنى الحياة ومعنى الوجود مرة تانية. نظرات المسيح، حتى الشاب اللي جه وقال له
أعمل إيه لأرث الحياة الأبدية؟ قال له باع كل مالك وتعالى اتبعني. وما قدرش يقول كده، نظر إليه وإيه؟ حب. كان المسيح بيقول له يمكن أنت دلوقتي مش قادر، لكن كمان شوية هتقدر. لغة العيون بتاعت المسيح، لغة اللمس. المسيح كان بيلمس وكان بيتلمس. ما هي دي أعمال المسيح الخلاصية. يجي للميت، الميت ده نجاسة، يروح يلمس النعش ويقول له أيها الشاب لك أقوم، أقول قم، وكأن بينقل الحياة اللي فيه لهذا الميت، ينقل الطهر اللي فيه لهذا النجس. الأبرص اللي راح وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني، فالمسيح لمسه أريد فأطهر، ونقل له البر. المسيح نفخ، نفخ حياة جديدة لما أعطاهم الروح القدس بعد القيامة في وجه تلاميذه. كان في أعماله اللي كان بيعملها على الأرض يقول يصنع خيرا، يتمم خلاصي. أعمال خلاصية المسيح كان يصنعها دائما. في بستان جسيماني وصراعه، وهم بيلقوا عليه الأيادي وكأنهم بيعيدوا منظر تقديم الذبيحة، لما كان الخطاة يجي يحط أيديهم على رأس الذبيحة عشان يقلوا خطيتهم للذبيحة دهية، فوضعوا عليه الأيادي. المسيح وهو بيتعرى، المسيح وهو بيجلد عن الخطايا، وهو بيرفع على خشبة الصليب، كل دي أعمال خلاصية. مسيح مات عشان بموته يديني حياة، مسيح قام عشان يديني الطبيعة الجديدة، المسيح صعد للسماء عشان ياخدني في حضنه ويطلعني لفوق ضد الجرافيتي أو ضد الجاذبية الأرضية اللي بتشد لتحت. عشان كده أنا ماليش سكة أدخل بها السماء إلا لما أكون في حضن المسيح، المسيح هو اللي يرفعني لفوق. فالمسيح أعماله الأولى كانت أعمال خلاصية، كل عمل عمل المسيح كان لأجل خلاصي. الجزء الثاني من أعمال المسيح الأعمال المعجزية، المعجزات اللي عملها. تنوعت معجزات السيد المسيح في كل اتجاه. من أول معجزة المسيح عملها كانت معجزة تحويل المية إلى خمر. مش إن المسيح حل مشكلة ناس اتزنقوا في شوية خمرة، لكن ده كان الإعلان الأول عن مجده، إنه معجزته الأساسية الأولى هي التغيير، يغير الطبيعة، عنده قدرة على التغيير. المسيح لما أشبع الجموع من 5 خبزات و2 سمكتين، ما كانش مجرد ناس جاعنين المسيح أكلهم لأنهم رجعوا جاعوا تاني يوم، لكن كان المسيح عايز من المعجزة يعلن إعلان رائع، إن هو فيه سر الشبع الحقيقي، من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش. حتى لو كان المكان والزمان ما ينفعوش، لأن المكان اللي حصلت فيه المعجزة كان مكان قفر، قفر يعني فيهوش أي نوع من أنواع الحياة، والزمان الوقت قد أمسى، أمسى عن الدنيا ليل. بالرغم من أن الزمان والمكان ما ينفعوش، لكن المسيح شبع،
سر الشبع الفائض أعلنه المسيح في المعجزة دهية، إن هو مصدر الشبع الحقيقي، إن هو مصدر البركة، وإن المسيح لما بيقدم مش بيقدم عيش حاف، لكن قدم عيش وغموس، إن عطية المسيح تملي عطية كاملة، مش بيدي حتة، وعطية المسيح عطية فائضة، فضل عنهم أكثر من 12 قف، وعطية المسيح أيضا تروح للإنسان بطريقة لائقة تحفظ كرامة الإنسان. لو كان المسيح هنا في أمريكا واستعملوا النظام وقال الجعان يقف في الطابور، هنا أشطر حاجة لإيه؟ طوابير. تخيلوا بقى نمرة 5000 في الطابور، ده عبال ما كان وصل للمسيح كان يبقى إيه؟ مات. لكن المسيح ما قالش كده، قال لهم اتكؤوهم، اتكؤوهم يعني قعدوهم ووصلوا العطية لحد عنده، خدمة يعني 5 stars، مش اللي عايز حاجة يقف في الطابور ويتذلل. فعطيته فيها شبع، سلطانه على الطبيعة لأن هو إله الطبيعة، مش بس هدى الموج وهدى الريح وانتهرها، لكن في مرة تانية لما راح للتلاميذ وهو ماشي على المية، بطرس كده بصله قال للتلاميذ أنا هو لا تخافوا. تملي المسيح كان برضك يكرر عبارة أنا هو، فبطرس قال له إن كنت أنت هو، هو إيه؟ وأنا هو دي يعني يهوى، إيجو إيمي. قال له إذا كنت أنت الله فمرني أن آتي إليك. يعني إيه يا بطرس؟ أنت عايز إيه؟ أنا عايز من طبيعتك، زي ما انت ماشي على المية اديني طبيعتك ان انا كمان امشي على المية. قال له تعال، قال له تعال، سلطانه على الطبيعة ويدي الانسان هذا السلطان، سلطانه لما فتح اعين العميان، مش واحد ما بيشوفش فتح عينه وخلاص، لا، ده اداله الاستنارة، أعظم عطية للإنسان إن الإنسان يدرك الأمور برؤية سليمة. لأن مين هو الأعمى؟ الأعمى هو اللي مش شايف ربنا أو شايف ربنا غلط، الأعمى اللي مش شايف الناس اللي حواليه أو شايف الناس اللي حواليه غلط، شايفهم غلط، إما بيشتهيهم أو بيستنزفهم أو شايفهم غلط بيدينهم وبيحتقرهم، ده أعمى. مين هو الأعمى؟ الأعمى اللي مش شايف نفسه صح، اللي شايف نفسه حاجة كبيرة أو يا أرض تهدي ما عليك أدي، أو برضك الأعمى هو اللي شايف نفسه أنا ولا حاجة، عنده صغر نفسه، إحساس بالدونية، ده أعمى. لكن المسيح يدخل يعلن هذا الإعلان، أنا هو نور العالم. ما كانش بيعمل معجزة كده للاستعراض ولا للفرجة، لكن كان بيغير الطبيعة. المفلوج ده بماضيه الخاطي وحاضره الصعب، المسيح يغير هذا الإنسان، مش بس غير ماضيه وحاضره، غفر له خطيته واداله قدرة على القيام والحركة، لكن كمان غير مستقبله، لأن صنع منه شيء رائع.
معجزات المسيح باستمرار تقود الإنسان للتغيير. معجزات المسيح مع الناس اللي فيها أرواح شريرة ومجنونة. مجنون كورة الجدريين ده، وهذا بيمثلنا كلنا. مين هو المجنون؟ المجنون هو اللي مش قادر يظبط تصرفاته ويتحكم في نفسه. المجنون تملي يشوف الناس كلها غلط وهو صح، واعتقد كل واحد فينا كده، الناس كلها غلط وانا اللي ايه صح. المجنون ده اللي بيدمر في نفسه وفي الاخرين. ما هو المجنون ده كان نهارا وليلا يصيح ويجرح نفسه بالحجارة ويعور اللي حواليه. ما هو دي حالتي في الخطية، بعور في نفسي، بدمر في نفسي وبدمر في اللي حواليا، ولم يستطع أحد أن يذلله. كل ما يربطوه بسلاسل وبقيود يقطعها، يحطوا لي قيود في البيت بكسرها، يحطوا لي قيود في الكنيسة بكسرها، بيحطوا لي قيود في المجتمع بكسرها. مش قادر أضبط نفسي. كان مسكنه في القبور. يعني إيه كان مسكنه في القبور؟ يعني كان بيعيش كل يوم موته، يعيش موته، يحيا موته، الاثنين ضد إيه بعض. ما هو ده المجنون، هو حالتي، حالتي البشرية الخاطئة كلها. لكن المسيح يغيره، فيقول الكتاب في مرقس 5: جالسا عاقلا لابسا. بعد ما كان عريان وبعد ما كانش قادر لا نهار ولا ليل يستريح، كان يخرج هائج في كل مكان، بقى جالس. جالس يعني مستقر، هدي، لابس، اكتسى بثوب البر لما خرج منه روح الشر، عاقلا استرد قدرته على انه يعمل كنترول لنفسه. من النهارده مش هاذي نفسي ولا هاذي اللي حواليا. هي دي اعمال المسيح المعجزيه. زي ما المسيح كان بيلمس، ايضا المسيح اتلمس. مرأة نزفت الدم، ولو مسست هد بثوب وشفيت. يقول في حتة تانية: وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. فالمسيح في حياته، الأناجيل الأربعة بتقدم لنا تلك الصورة الرائعة، لحد ما يعني المعجزات العظيمة، سلطانه على الموت. المسيح أقام ثلاث أشخاص، أقام ابنة ييروس وابن أرملة نايين ولعاذر بعد أن أمتن، ودي ليها مدلول آخر. إيه الفرق بين بنت ييروس وأرملة نايين ولعاذر؟ ما هو الثلاث حاجات دول مراحل الخطية في حياة الإنسان. بنت ييروس كانت لسه على السرير، ما اتنقلتش، تمثل الخطية في مرحلة الفكر. ابن أرملة نايين ده طالعين بيه في النعش، ظهر خلاص انه ميت. الخطية في الفعل. الخطية تبدأ الأول فكر ثم تتحول إلى فعل. طب والعازر ده قد أنتن،
مش بس تحولت إلى فعل بل تحولت إلى نتانة. نتانة يعني عادة بقى سيطرت على الإنسان. مراحل الخطية الثلاثة: فكر في الأول، فعل ثانية، ثم مع تكرار الفعل تتحول إلى نتانة، بقت عادة في حياة الإنسان، بقى لها ريحة كريهة. طب المسيح عنده قدرة على الإقامة من الموت في الثلاث مراحل، سواء كانت الخطية فكر أو كانت الخطية عمل ظاهر أو كانت الخطية عادة. المسيح صنع معجزات كتيرة لدرجة أن يوحنا قال لا أظن أنها لو كتبت واحدة واحدة أن الكتب اللي في العالم إيه تسع. لكن دي كانت حياة المسيح العملية. المسيح صنع أعمال خلاصية من ميلاد وعماد وصوم وصلاة وكرازة وخدمة وصلب وموت وقيامة وصعود إلى السماء، وعمل معجزات بأنواع كثيرة وبطرق كثيرة، وأثبت إن هو الخالق لما صنع الطين وطلب عينين الأعمى، أعاد ذهن الخلق. مش بس هو الخالق، ده هو معطي الحياة. مش بس معطي الحياة، ويديم الحياة. مش بس يديم الحياة، ويستعيد الحياة حتى لو كانت فقدت. فكانت أعمال المسيح الأناجيل الأربعة بتقدم لنا البانوراما دي عن أعمال السيد المسيح. حد يحب يسأل حاجة في أعمال المسيح سواء الخلاصية أو المعجزية؟ تفضل. نظله ومش بس نظله، خده قال له يا صاحب لماذا جئت؟ نظر له هو بيغمس اللقمة وبيديها له. لو يعني لو حد عمل بحث نظرات المسيح في الأناجيل الأربعة، ده كتيرة، مش اللي أنا قلتهم بس، ده حاجات كتيرة أنا قلت مجرد نماذج. لغة عينين المسيح دي حاجة يعني رائعة جدا ومرهبة. ده لما تشوفوا بقى بعد كده عيناه تفحصان أستار الإيه؟ الظلام، وعيناه كلهيب نار زي ما شافها حنا في سفر الرؤيا. مش كده من ضمن التدريب الجميلة إن الواحد يقعد كده باصص لصورة المسيح وهو باصص له. يا ترى لو أنا قعدت قدام صورة المسيح وجت عيني في عينيه، المسيح هيقول لي إيه؟ تفضل. السؤالين، السؤال الأولاني بيتكلم بولس الرسول لما بيقول ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابن مولود من أوراق. ملء الزمان ده تعبير خاص بالله بترتيب الله بفكر أنه هيجي في الوقت ده، ولا حاجة تانية؟ لا، ملء الزمان هو خطة الله في الوقت اللي هيعلن. حاجتين: حاجة الأولانية مجيئه متجسدا، كان لازم يجد العذراء امتى هتيجي اللي هتحتمل من غير ما تتكبر. ثانيا، لازم العالم كان يبقى معد من خلال النبوات والرموز والإشارات والشخصيات اللي ظهرت في العهد القديم، عشان تقبل البشرية فكرة إن الله ممكن يظهر في صورة إنسان. ودي حتى من الأساطير اللي كانت في الشعوب الوثنية الله أعد ذهن البشرية بيها، لأنها عقليا من الصعب تخيلها كيف الإله الغير محدود يصير محدود والغير زمني يصير زمنيا.
ملء الزمان لما يبقى العالم معد وطرق المواصلات عشان الكرازة تنتشر، ما كانش اعتباطا ان يجي المسيح في تاريخ الإمبراطورية الرومانية اللي مهدت الطرق في العالم، ومنها المثل كل الطرق تؤدي إلى روما. فربنا ليه وقته معين، مش بس في مجيئه لكن كمان في ساعة صلبه. مرات كتيرة لم تأتي ساعتي بعد. ليه ما قدروش ان هم يموتوه ويرجموه؟ لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. المسيح كان ماسك الساعة دي في ايده، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. ولما جت الساعة اللي هو عايزها قال هذه ساعتكم وسلطان الظلم. كل ده تبع ملء الزمان. السؤال الثاني، ختان المسيح يعد من اعمال الخلاصية؟ طبعا ختان المسيح. طب الكنيسة بتحتفل بيه ليه؟ هقول لك ليه. هو الختان، كلمة ختان حتى بالانجلش circumcision. circum دي من كلمة سيركل. سيركل يعني قطع دائري. لما تقطع حاجة دائريا، دائرة كاملة، يؤدي إلى انفصال كامل للشيء. فكان الختان ده قال عليه بولس كده بخلع جسم خطايا البشرية. الختان ده كان على المستوى الروحي عهد بين الإنسان وبين الله، لكن الإنسان احتفظ به مجرد شكل. عشان كده استفانوس وبخ غير المختونين القلوب والأذان. في سفر التثنية موسى كده يقول للشعب ويختن الرب قلبك، يعني دي عملية روحية، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. فالمسيح محدش قدر يثبت في العهد ده حقيقة، فالمسيح أكمل العهد ده عني بدالي. بقيت ناخده دلوقتي في المعمودية. فالختان من الأعمال الخلاصية. بس السيد المسيح ما كانش يعني ولد بلا خطية، فإزاي ننسى كل ده بيعمله؟ زي ما قلت هو راح يعترف بالخطايا قدام يوحنا. أنهي خطايا؟ ما هو عملش خطايا، لكن بيعمل ده بدالي لأن هو خد جسدي. طب سؤال تاني، هل الشيطان كان يعرف مشيئة ربنا؟ يعني إيه مشيئة ربنا؟ يعني عارف طبعا مشيئة ربنا الخلاص، لأن الوعد كان ظاهر لآدم نسل المرأة يسحق رأس الحي. قصدك تعرف هل كان عارف إن ده المسيح ولا لأ؟ لا، المشيئة يعني مشيئة مشيئته خلاص الإنسان. يعرف إيه اللي في عارف ان ربنا بيعد خطه لخلاص الانسان، وهو حاول مرات كتيره يعطلها زي ما قلت في الاول. من اعمال المسيح واعتبرها يعني تدويق اعمال المسيح هي بعد القيام. لا، كل الاعمال، كل الاعمال تقود مش بس للقيامه. لا، ده فيما أعظم من كده هنشوف، لأن القيامة دي خطوة عشان الصعود. يعني المسيح اتولد علشان يصلب، واتصلب عشان يموت، ومات عشان يقوم، وقام عشان يصعد، وصعد لا عشان يدينا الروح القدس. أعظم عطية للإنسان الروح القدس. هنتكلم عن الروح القدس كتير بكرة في سفر الأعمال، وهنفهم إيه معنى حلول الروح القدس. نقدر ناخد راحة شوية ونكمل ترنيمة.